بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. ما أجل رحلتنا في هذه الحلقات التي نعيش فيها مع مراحل الحديث الشريف وعلماء الحديث الشريف اللي قاموا بخدمة سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبذلوا من أجل خدمتها كل غال ورخيص. ونذكر إن هذه الرحلة المباركة مع الحديث النبوي الشريف ما كانت إلا من خلال ما رأيناه في واقعنا المعاصر من بعض أدعياء التنوير الذين يهرفون بما لا يعلمون ويتطرفون كل التطرف بأفكارهم هذه المضللة، ويخرجون الحقيقة على الناس بإنكار سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلكم السنة المشرفة التي طاف المسلمون من المحدثون في أرجاء الدنيا بأسرها ليعلموها للناس. فالسنة النبوية المطهرة متعمقة في حياة الناس منذ زمن النبوة إلى ما بعد ذلك من قرون. لذلك وغيره ما زلنا مع الرجل المبارك الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى، وما أعظمه من إمام من أئمة المسلمين الكرام. سافر الإمام أحمد بن حنبل إلى الإمام المحدث الكبير عبد الرزاق بن همام ليأخذ الحديث عنه، لأنه عبد الرزاق هذا هو محدث اليمن الكبير. تكبد الإمام أحمد ما تكبده في هذه الرحلة إلى صنعاء من أجل أنه يصل إلى ما وصل إليه هذا الرجل الكريم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيدنا الإمام أحمد بن حنبل كان رجل عزيز النفس جدا، رفيع الخلق، كريم الطبع. لما وصل إلى صنعاء وشعر شيخه احتياجه إلى المال، حاول الشيخ عبد الرزاق أنه يعينه، يعني لأجل أنه يهون عليه المقام بتاعه في صنعاء، فيعينه ببعض المال. فقال له يا أبا عبد الله، وهو هنا بيكلم الإمام أحمد بن حنبل لأنه كان لديه ولد اسمه عبد الله، قال له خذ هذا الشيء فانتفع به، فإن أرضنا ليست بأرض متجر ولا بأرض مكسب. ومد الشيخ الكريم إلى الإمام أحمد بن حنبل ببعض الدنانير عشان يقدر يعني تعينه على الإقامة بتاعته في صنعاء. فقال له الإمام أحمد بن حنبل أنا بخير، ولم يقبل ذلك. ومكث الإمام أحمد بن حنبل على هذه المشقة عالية الهمة في طلب العلم، يعني مكث مدة هناك في صنعاء، والمدة اللي قعدها حوالي سنتين، وكان لا يلتفت إلى تلكم المشقة ولا ذلكم التعب الذي يعني شعر به أو كان يعاني منه وشظف العيش اللي كان عليه. استهان بكل ده لأنه سمع أحاديث من شيخه عبد الرزاق ما كان يعلمها من قبل. وده الجهد العظيم ده من حفظ الله تعالى وتأييد الله تعالى لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بإنه ربنا سبحانه وتعالى قيض لحفظها هؤلاء الأتقياء المخلصين. حتى لما عاد الإمام أحمد بن حنبل بعد رحلته إلى اليمن، زي ما قلنا أمس هو كان بيحج، خطط أنه يحج وبعد ما ينتهي موسم الحج وينتهي من حجه يتجه إلى اليمن إلى صنعاء. وقلنا حتى هو في رحلته ما كانش معاه الفلوس، مش مكملة، فبدأ يشتغل، اشتغل شيال عشان يقدر أنه يصل إلى الشيخ الكريم فيأخذ ما عنده من علم. لما رجع بعد كده من رحلته إلى اليمن لطلب الحديث، بدأوا بقى رفقاؤه اللي حواليه وشافوا إنه وشه أو على وجهه شحب وتعب، يعني كان تعبان جدا ومجهد بصورة شديدة، وذكروا له كم أن وجهك يا أحمد متعب. فكان رد الإمام أحمد بن حنبل، وده اللي احنا نقف عنده عشان نعرف
كيف أن هؤلاء العظام قاموا بخدمة السنة النبوية المطهرة. كان رد الإمام أحمد بن حنبل: هذا هين فيما استفدنا من عبد الرزاق، التعب والمجهود والمشقة ورحلة السفر الطويلة اللي قطعها، وبعدين السنتين اللي قعدهم عشان يتلقى ويأخذ حديث سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام من محدث اليمن الكبير. هل كل ده هين فيما استفدنا من عبد الرزاق؟ أنا أخذت من عنده علم لم أجده إلا عند هذا المحدث الكبير الإمام الحافظ عبد الرزاق، اللي الإمام الذهبي كان يقول عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني الملقب بمحدث اليمن، بيقول عنه خزانة علم. ده كان يعني في كنز من العلوم والمعارف، يعني كان يستحق أن يسافر إليه الإمام أحمد بن حنبل. وعلى فكرة الإمام أحمد بن حنبل في كل انتقالاته وكل هذا الجهد اللي بيبذله عشان يأخذ حديث سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام من مصادره الأكيدة والمعتمدة من علماء زمانه، يعني سيرته انتشرت وسمعته انتشرت حتى من قبل ما يدخل في إمامة الحديث الشريف وإمامة العلم عموماً، سواء في الحديث أو حتى في الفقه. واستمر الإمام أحمد على هذه الرحلة في طلب العلم، وكان عزمه لا يفتر أبدا في طلب الحديث الشريف ورواية الحديث الشريف حتى بعد أن بلغ مبلغ الإمامة في العلم رضي الله تعالى عنه. وكان للإمام أحمد عنده مجلسين للدرس والتحديث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد من المجلسين دول كان في منزله يحدث فيه خاصة تلامذته وأولاده، والمجلس الثاني ده كان في المسجد بيحضر إليه العامة وبيحضر إليه طلبة العلم تلاميذ الإمام أحمد. وكان للحقيقة صفة مجلس الإمام أحمد، شوفوا توقير الإمام أحمد لمجلس اللي فيه حديث سيدنا رسول الله قد إيه بالغ، إلى درجة إنه كان وقت درسه في المسجد ده كان بيكون دايما بعد العصر وقبل عتمة الليل، وكان بيسود المجلس بتاعه الوقار والسكينة مع تواضع واطمئنان نفسي. وكان في كل مجالسه لا يمزح ولا يلهو، يعني كان اللي بيتعامل مع الإمام أحمد بن حنبل لا يمزحون في حضرته، حتى شيوخ نفسهم كانوا لا يمزحون في حضرة الإمام أحمد. وروي عن خلف ابن سالم أنه قال: كنا في مجلس يزيد ابن هارون فمزح يزيد مع مستمعيه، فتنحنح الإمام أحمد بن حنبل عشان هو مش حابب أن يكون الهزار والضحك ده في مجلس اللي بيحدثه فيه بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، ضرب يزيد بيده على جبيني، يعني قال: يا خبر، ده أنا نسيت أن معنا أحمد بن حنبل، يعني كنت تقولوا لي ألا أعلمتموني أن أحمد هنا حتى لا أمزح، لأنه تجنب الإمام أحمد بن حنبل أن يبقى فيه مزاح، لأنه كان يرى أن رواية السنة عبادة ولا مزاح في وقت العبادة. هو كان يرى ذلك، يعني هم قاعدين في مجلس التحديث بالسنة، التحديث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من شدة إجلال قلب الإمام أحمد بن حنبل كان بيفرض وقاره واحترامه واحترام مجلسه على كل اللي قاعدين معاه، مش تلامذته بس وكمان شيوخه، لأنه كان يرى أن التحديث بالسنة ده عبادة، ده وقت عبادة لا يجوز فيها المزاح وما شابه ذلك. والحقيقة أنه لما كمان في منهج الإمام أحمد بن حنبل في التدريس والتعليم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم،
كان لما يسأل عن الإمام أحمد عن الأحاديث المروية مثلا في باب واحد أو في موضوع واحد بعينه، فيستحضر الكتب بتاعته اللي كان يكتب فيها عن أئمة الحديث في زمانه اللي كانوا في بلده، بيسافر لمحافظات أو أماكن في بلده، أو بيسافر لهم شرقا وغربا عشان يأخذوا المصادر رئيسة في أخذ الحديث أو تلقي الحديث عنه. فكان يستحضر الكتب التي دون فيها تلك الأحاديث، كما كان إذا قال حديثا نبويا لا يقوله إلا من كتاب، حرص على جودة النقل وإبعاد لمظنة الخطأ ما أمكن. وفي أحوال نادرة جدا كان بيقول الحديث من غير رجوع إلى كتاب بعين من الكتب اللي هو مدون فيها الحديث، يعني بياخده من الحفظ بتاعه. وحتى ولده وتلميذه في نفس الوقت عبد الله ابن أحمد ابن حنبل كان بيقول إني ما رأيت أبي حدث من حفظه من غير كتاب إلا بأقل من 100 حديث. هو شايف أنه منهج والده دايما أنه الرواية تكون من كتب التي دون فيها الحديث النبوي الشريف. عبد الله بن أحمد ابن حنبل كان من تلامذة والده أبيه الإمام أحمد ابن حنبل، وكان له سبق في هذا المجال يعني عظيم. كل هذا الجهد اللي احنا بنحاول من خلال هذه الحلقات اللي توقفنا فيها يعني عن او على او في تفسير سورة الحج، احنا كنا ماشيين في تفسير سورة الحج التفسير الموضوعي، لكن وقفنا لنرد على هؤلاء وعشان نبرز ونصور لحضراتكم من خلال المراجع ومن خلال الرجوع إليها وسير هؤلاء العظام الأعلام والجهد الكبير اللي عملوه في خدمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان بعد كده نجد فجأة الناس تخرج علينا أو يخرجوا هؤلاء علينا الذين يتحدثون عن السنة المشرفة بغير علم وبينكروا ثبوتها وينكرون حفظ الصحابة والتابعين ومن خلفهم بإحسان إلى يوم الدين لها، بينكروا جهدهم وعملهم. لأن جهد الإمام أحمد وغيره من الأئمة الكرام جهد مبني على جهد سابق وهكذا وهكذا إلى زمن النبوة الشريف، بيتهمونهم زورا وبهتانا وينكرون قيام علماء الأمة على مر التاريخ بخدمتهم للسنة النبوية المطهرة. وإنكار السنة وصرف الناس عنها ما هو إلا سبيل إلى إنكار القرآن الكريم بعد ذلك، لأنه ده كان طريق المستشرقين، ابتدوا بالسنة وعشان يوصلوا بعد ذلك إلى الطعن في القرآن الكريم. فهو ده بيعد هذا النمط من التصرفات وهذا النمط من الأفعال غير المدروسة بيعد من ألوان التطرف اللاديني اللي أصبح ليه وجوه كتيرة ومختلفة. كل يوم يخرج علينا واحد منهم بثوب جديد بغيض، وما ذلك إلا منهم جهل بحقيقة الدين، وبرضو افتقرهم إلى امتلاك الآليات المنهجية في التعامل مع هذا التراث العظيم من حيث المتابعة الدقيقة أو القراءة البحثية العميقة الجادة اللي احنا بنعبر عنها في الحقل العلمي الأكاديمي بالقراءة الواعية للدين وبالقراءة الواعية للتراث عموما. هؤلاء المتخبطون أدعياء التنوير يعانون من الأمية الدينية ويعانون من الأمية الحضارية ويعانون من الأمية الثقافية ويعانون من الأمية التاريخية والاجتماعية، ثم هم في ذات الوقت يخرجون علينا في صورة أنهم أصحاب فكر أو أنهم مثقفون أو أنهم بيدعوا الناس إلى التجديد، وليس هذا، وليس هذا. لابد الذي يدعو إلى التجديد لابد أن يكون من أهل العلم، أهل التحقيق وأهل الفهم، لأنه الجهل يؤدي إلى تطرف. التطرف مش بس صورة المتشدد، المتشدد جهل أمر دينه فتشدد، والمتسيب جهل أمر دينه فتسيب. دول هم في حقيقتهم يجهلون ويتحدثون بما لا يعلمون. وصدق الله العظيم، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم.